والدفاع اقرب. تعود المحاولة للسلة فريق ليفربول. تدخل ديريزوف الان هولكي. هي تصويبة هولك. هو بالفعل قلت هي هو الجول هولك في مثل هذه الكرات الخطية. لما انطلق بالكرة توقعتها كرة هدف. توقعتها كرة قوية. من الصعب ان تصد. سددها هولك كما ينبغي. صاروخ برازيلي يستقر داخل شباك الحارس بيبيرينا. اذا سيريت يتقدم على حساب ليفربول. هدف ياتي عكس مجريات اللعب. يعني هولك في مثل هذه الوضعيه هو المقدم. النجم اللي دفع من اجل انضمامه للفريق قبل 55 مليون يورو. يحاول النجم هولك ان يؤكد بانه يستحق هذا المبلغ، يستحق هذه القيمه، يستحق ان يكون اسم رنان في صفوف سنت. بهدف جميل لما يكون لاعب عنده قدم قويه وعنده القدره على صناعه الفارقه وعنده امكانيه التصويب من بعيد. ياتي بالتسجيل وهدف ثاني، هدف ثاني للسنه فريق سنت. خلاص خلاص انطلق سنت وكره ثانيه في الشباك بالتسماك. سنت سان بطرسبرغ الفريق اللي يتمكن من التعلق في هذه اللحظات. توقعنا وتحدثنا بان فريق ليفربول سيستفيد من وضعيه فريق لم يلعب مباريات رسميه لمده شهرين، وبان فريق ليفربول في طريق مفتوح لتجاوز فرقه سباليتي. لكن انطلق فريق سنت بهدف هولك يواصل التعلق الان بكره سماك على النتيجه 2-0. شوف الاعاده بهدف في دفاع نفسه وكان طليق تماما. كان وحيد سماك الورقه اللي دفع بها سباليتي.